دلوقتي هنتابع آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر اللي جاي، وكمان المشروعات اللي بتتم في هذه الفترة الحالية لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء. هو مشروع جديد بدعم من مرفق البيئة العالمية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، واللي بينفذ المشروع ده معنا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتكلفة هذا المشروع 7 مليون دولار. اللي ما يعرفش هو مرفق البيئة العالمية لما بيدي تمويل للدول بيبقى الهدف منها التصدي لآثار تغير المناخ أو الحفاظ على التنوع البيولوجي أو منع تدهور الأراضي، لأن التمويل بيبقى مرتبط بمشكلات وطنية ولكن يكون لها تأثير على البيئة العالمية. فالثلاث موضوعات بتوع البيئة العالمية: تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر. احنا نتكلم على استعداد للتجهيز والإعداد بين شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء مستدامة. احنا فاضل لنا زي ما حضرتك قلتي 155 يوم، ودول مش كتير، لان احنا بادئين بعد مؤتمر الشباب. مؤتمر الشباب خلص نص يناير. احنا الفتره اللي فاتت دي عملنا فيه شغل كتير جدا، عملنا فيها تجهيزات واعدادات ولوجستيات واداريات وبروتوكولات وتوقيع بروتوكولات يعني مبالغ اتدفعت للمقاولين والناس جت اشتغلت من 1/6. بقى اللي انا قلت الكلام ده قبل كده، ان الفتره اللي فاتت دي كان فتره اعداد وتجهيز. يعني حتى هضرب لكم مثل واحد، لما نعمل حديقه مركزيه جبنا لها 400,000 نقله رمل، دي اتنقلت في شهرين وتساوت الارض. ليه؟ عشان ازرع الحديقه المركزيه اللي هتتوسطها المبنى الذكي الجديد المتطور بتاع مجلس مدينه شرم الشيخ. عندنا مجلس مدينه في شرم الشيخ بس حاجات قديمه قوي، وحاجات يعني كان لازم نغيرها، وكان لازم نخرج في مساحات ارحب. فعملنا مجلس جديد هنفتحه شهر 8، حيات متوسط حديقه دي، بس قعدنا نشتغل في تجهيزها شهرين واكتر. احنا النهارده بنعرض على وزاره البيئه ان احنا الشركه اللي قايمه بالتجهيز بتبتدي تزرع دلوقتي. يعني التجهيز بياخد وقت، الاعداد بياخد وقت، نقل المعدات بتاخد وقت، نقل النخل بياخد وقت، الكلام ده كله احنا يعتبر انتهينا منه. طب الفتره اللي جايه بقى من 1/6 لغايه شهر 9، لان احنا عندنا خطوط حمراء لن نتعدى، لن يكون في اي شغل بيتم في المدينه بنهايه شهر 9. So this is a رائد يتم تنفيذه بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون بين وزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية. ده الهدف منه، تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة خضراء كأول مقصد سياحي في الشرق الأوسط وفي المنطقة. برنامج اللي مدته 6 سنوات، الهدف منه تقليل الانبعاثات إلى أقل حد وتحويل شرم الشيخ إلى مقصد سياحي صديق للبيئة بالكامل. طبعا مما لا شك فيه نشاط موسع لوزارة البيئة خلال الفترة الحالية استعدادا لقمة المناخ COP27 واللي هتكون في شرم الشيخ في شهر 11 القادم. أعلننا طبعا مدينة الخارجة مدينة خضراء، أو امبارح كمان أعلننا أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة خضراء. مجهود كبير بيتم في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذه القمة. العمل هيتوقف تماما في شهر 9، وهنكون المدينة جاهزة وأنهت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر. مصر بتستعد لهذه القمة بإجراءات بالفعل على الأرض من خلال الاقتصاد الأزرق في حماية مياه البحار والمحيطات والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أيضا الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات.